لا تشوفوا أكثر الشغل اللي صار، وبدي أتمنى على مصلحة الجمارك، مع أنه أنا عم اجتمعنا من يومين مع عضو المجلس الأعلى للجمارك واستاذ هاني الحاج شحادي والاستاذ باسم، وطلبت منه أنه إدارة المصلحة المشتركة تكون بالبور والقبض يكون بالبور مش بالمطار، لأنه هلأ عاملين صندوق بالمطار وعم بيروحوا الناس تدفع وتتعذب هناك. بدنا نسهل أمور بعض، وكمان في شقفة أرض للبلدية عبارة عن 38 ألف متر، طلبت أنا شخصيا من وزير المال ومن رئيس بلدية ومن سعادة المحافظة اللي هي على مدخل سوق السمك وسوق اللحمة إنه وسوق الخضرة إنه تنضم للبور مؤقتا لبينما كانوا المستودعات تبع البور يعني صار فيها، بتعرفوا الجراوند زيرو ما عم بيقدروا يفوتوا عليها، سو بدنا نعطيه مساحة أكثر ليقدر يشتغل أكثر. وعن جديد يعني بدي أقول له سلم إيديك، وهلا إذا عملنا برمي تحت بتشوفوا حضرتكم قديش يعني قدر البور يأمن، وإدارته جديدة قدرت تأمن عمل دؤوب وسليم وجيد جدا. من الخمسة على بكرة بيقولوا لي الشباب الرئيس باسم بيكون بمكتبه لآخر الليل، وأنا ببلش يحكيني من سبعة سبعة إلا ربع، فهذا اللي كنا بدنا نقوله اليوم. وشكرا أستاذ باسم، عندك شيء تقوله تفضل. يعطيكم العافية جميعا، وأول شيء أنا برجع بوجه تعازي للشهداء جميعا بلبنان والأربعة اللي فقدناهم بمرفق بيروت، وهيدولي اللي كرسوا حياتهم للإنتاج والشغل. اليوم بفتكر حضرة رئيس اللجنة النيابية النائب وضح وعطاكم كل الإحصائيات، فعلا نحن بظرف 72 ساعة من استلامي أنا فرغنا 540 كونتينر حوالي 7000 طن. هذا كان الفضل أكيد لله، ثم للجيش اللبناني العظيم اللي بناء على اجتماع واحد مع القائد العماد جوزيف عون بكل أمانة وبكل وضوح نزل فرق عمل جيش سواعده ايديه مثل السنديان، نظف أرصف 11 12 13، نظف بيحة رقم 3 استقبلنا فيها الجيش الفرنسي من ساعة ما وصل، أعطينا أرض للWFP منظمة الغذاء الدولية، أعطيناهم كمان أرض لتفريغ الكونتينرات واللي عم بحكيكم مساحة صغيرة، بس صار التنظيم بعد 10 أيام أو 12 يوم من استلامنا صرنا فرغنا بحدود 45 ألف طن. لغاية اليوم مثل ما تفضل حضرت رئيس النائب نازي نجم اللي قال لكم أنه ب 37 ألف كونتينر و 46 باخرة حوالي 85 إلى 90 ألف طن. هيدولي اليوم فينا نقول، وأنا قلتها من قبل من جمعتين، نحن 100% full operation loading unloading تحميل تفريغ استيراد تصدير، ولا باخرة عم تتأخر ولا حدا عم نرفضه أبدا. مشكلتنا الدقيقة والصعبة هي انفجار الإهراق، ما عاد في عنا مراكز للتربية، مش نحن، هي تحت إدارة وزارة الاقتصاد، بس ما بقى فيهم التجار يخزنوا القمح، ما بقى فيهم التجار يخزنوا المواد الغذائية. هيدا عملنا طريقة إنه نطلع مباشر تسليم مباشر من الباخرة، وذكرتها قبل عم برجع عيدها لأنه كانت طريقة عملية لتحايل على هالمشكلة هالانفجار اللي صار، بيتسلم من الباخرة للشاحنة إلى المطحنة دغري أو إلى محل ما عم تتخزن خارج بيروت. وهذا الشيء نفس الشيء عم نستعمله بالحديد. وفي شغلتين مهمين أنا بهالمناسبة بتشكر حضورك جدا، عم تعطيني فرصة أطلب شيء كتير مهم، أوضح شيء كتير مهم. الجمارك أعطيناهم 3 باحات إضافية، مشكور السيد ريمون خوري عم جهوده باتفاق مع الجميع من الجيش لأمن عام للجمارك، فتحنا السبت الأحد الماضي اللي قبله وفرغنا كل الباكلوج كل الكونتينرات المأخرة خروجها من بعد الانفجار، طلعوا حوالي 1030 كونتينر
ظرف 48 ساعة سبت أحد. سبت أحد فعلا، وهيدي يعني بتاريخ الجمارك ما فتحوا سبت أحد، لكن ريمو خوري بتعاونه بناء على طلبي مشكور أوكي. وهيدا كان الفضل كمان لنائب نزيه نجم اللي هو قال شو بدهم الجمارك مساعدة وزير المال، وزير المال فعلا وقف معه، وقف معنا وفرغنا هالألف كونتينر، وهيدي شغلة مانا بسيطة يعني. وفرجنا عن قضاء الناس، فتحنا باب رقم 9 من 10 أيام أو 9 أيام، باب الثاني كانوا كل البضاعة عم تطلع من باب واحد بمرفق بيروت، فتحنا باب رقم 9 خصوصي للمواد الغذائية حفاظا على الأمن القومي الغذائي تبع لبنان، وحفاظا على سهولة خروج الشاحنات وتخفيف الضغط على المداخل. صراحة اليوم مرفق بيروت بعد هالزلزال فعلا عم تطلع فيه مثل سباجيتي، كلهم شربق ببعض البعض، عم نحلحلهم عم نفكفكهم قد ما فينا. أنا هون بدي نوه على شغلة كتير مهمة وبطلب بحضور سعادة النائب شغلة كتير مهمة. اليوم نحن عنا حاويات فيها مواد قابلة للاشتعال، ورفعنا فيها كتب إلى الجمارك، دفعنا فيها كتب إلى الجيش، رفعنا فيها كتب إلى الأمن الدولي، ما خلينا حدا. الجيش مشكور حاول كل طرقه، اليوم عم يعمل شيء اسمه نيوتراليزيشن، يعني خليها بأمان، اطفاء فوري. كم هن الليست؟ حوالي 43. عامل كنترول عليهم، لكن صرنا طالبين عدة مرات من الجمارك اخراجهم. الجمارك بالمواد تاعيته اذا ماني غلطان 436-37 فيني نوضحها، بعد 6 شهور له حق التصرف المطلق. صحيح، له حق التصرف المطلق. اليوم الجمرك بطلب منه علنا ما يسأل عن حدا ولا يتأثر بشيء، يطبق القانون تاعه ويجبر شركات الملاحة. أنا مبارح بعتت لكل شركات الملاحة، كل شركة ملاحة جايبة عدد كونتينيراتها مع أرقامهم، بعتت لهم كتب جابرهم يجعوا إعادة شحنهم. ممنوع يخلوا كونتينر مثل ما جاب هالبضاعة، شركة الملاحة مجبورة ترجع. شو فيها مواد رئيسة؟ سوري ما تنقذوا. أوكي. اليوم كل شيء اسمه هازيرديس ماتيريال، يعني مواد قابلة للاشتعال، إذا اليوم ما عمل عم بيساوي كالونيا بيجيب مواد قابلة للاشتعال، مواد مصانع الدهان بيجيبوا مواد قابلة للاشتعال، لكن إذا ضلت مدة هالمواد، يعني هو التايم أوف ستورج، تايم اوف ستورج شغله كثير مهمه، انه هيدي البضاعه ما مفروض تقعد اكثر من جمعه 10 ايام. انا اليوم عم بعمل كتاب ثاني وحنزله بالجرايد الى جميع مستوردين مثل هذه البضائع، تسليم فوري، ممنوع يتخزن شيء بالبر. وهذا حارفع لكم كتاب رسمي، وحارفع كتاب لفخامه الرئيس الجمهوريه ولمجلس النواب وللكل. اذا ما حدا استجاب لهيدا نحن على الاسبوع، بدي مني خدمه. بيستجيبوا ما بيستجيبوا، وقت الدوله بدها تحط اجرة على الارض بتلاقي ما في حدا ما بيستجيب. والدليل اليوم بالتحقيقات باللي عم بصير، ما في كبير ولا في صغير. انا عم بطلب عم بعمل شيء. رفع العلم الاحمر الرئيس اليوم، بدنا ننتبه. وانا الاسبوع القادم رئيس رح بعمل لك جلسه بوجود كل المعنيين بمجلس النواب، إذا ما قدرنا عم بتواصل مع دولة الرئيس بري لنعمل لك إياها يمكن بعين التيني بالمبنى الملاصق. أنا جاهز، فرح يكون كل المسؤولين. أنا اليوم بتصل قدامك على الإعلام بمجلس الأعلى الجمارك، وبنتصل بمدير عام الجمارك بالإنابة لنشوف هالموضوع. هذا موضوع كتير أساسي، أنا هلأ أدريت فيه حقيقة، هلأ منتابعه. وأنا ليش عم بصيره على الإعلام؟ هلأ أنت بتهتم فيه إذا تريد. أنا عذرا ليه عم شيله على... عم بوضحه على الإعلام. بعتنا ورقة، إجيت ورقة ناطرين أمر نيابي عامي. هيدا الروتين الإداري، مع احترامي للروتين الإداري الدولي، ما بيركب ولا بيزبط وقت يكون عندك حالة طوارئ. أنا ما بدي أحكي عن نفسي، مجهود كبير للجيش، مجهود كبير لموظفين المرفأ، مجهود كبير لأعضاء لجنة إدارة المرفأ. قدرنا نحن حطينا مرفأ بيروت بغرفة الطوارئ، شلناه من العناية الفائقة بعد 72 ساعة كنا عم نشتغل. اليوم ما فيك تمشي بالروتين الإداري الإجراء، بعت لي ورقة وبعت لك ورقة. اليوم في معركة، نحن بساحة حرب، في طوارئ، في أمن الناس، في كونتينرات صار لها موجودة سنين، مش عملكم شهر واثنين.
كتر خيره ريمون خوري عم يركض بايديه واجريه، والمجلس الاعلى للجمارك بجميع الفرقاء فيه بدون ما تسمية فردا فردا، كل المجلس الاعلى عم بيحط ضغط. لكن يجب اخذ خطوه عمليه اللي انا كتبتها وحنزلها بالجرايد من كتب لشركات الملاحه، يجب عليكم اعاده البضائع مثل ما جبتوها. انا رجال امي، لا بقرا ولا بكتب، جبتوا لي بضاعه ارجعوا اخذوها. ما بس الموضوع كتير بسيط، هذا انا عم ثيره على الاعلام لانه غدا نزلوا بالجرايد، وانا بكل امانه وعم بعلنها نهار الاثنين رافع دعوه على مجهول ورافع دعوة على كل الفئات اللي لها علاقة بهالموضوع. نحن بنرفع دعوة معك، نحن كممثلين للشعب اللبناني بتكون دعوتنا معك. بس أنا بدي أقول لك شغلة بعد رئيس، مش عم أجول على الناس، على أصحاب البضاعة، أصحاب البضاعة. بدي أسألك سؤال، أنت عندك معلومات عن كل الناس؟ لازم يكون عندك بالكور. أبدا ما عنا إياهم، لأنه طارت بالانفجار، طارت كل الوراء من الجمارك. الجمارك ما بقى عنده وراء، يعني الله يساعده. أنا عنبر 19 الجيش اللبناني مستوفي البضاعة، دل يشتغلوا سبت أحد جمعة سبت أحد الجيش والجمارك عم بينزلوا بالسلة، يرفع واحد وينزل الوراء. لكن كيف أصحاب البضائع لدنيا شعير؟ هني بقدم الدوكيمان اللي عندهم، في دوكيمان عند أصحاب البضائع. سوري أنا شقلت لك وقت رفعنا كتاب لشركات الملاحة، شركات الملاحة بتعرف مين زبوناتها، very simple. أنا ما شغلتي أعمل بوليس وقعد كمان فتش بالأرشيفات اللي ما أنا عندي. أنا بيجيني مانيفات شركة ملاحة من بعد ما تنزل البضاعة، وما عندي كل ما عندي اسم زبون. هلا صار طالما إنه نحن حالة طوارئ، كنا بتتذكر تنسى الجيش اللبناني له أحقية بحالة الطوارئ. إيه بس سوري، الجيش اللبناني ما بيقدر يشيل الكونتينر وزته برا لأنه الجمارك بده يعمل إذن إخراج طوراً. وإذن الإخراج فايت بروتين إداري. بطلب أنا هيدا تغطوه لريمون خوري محافظ الألقاب بقراره بشحن أو إتلاف هذه المواد، وبطلب من جميع المسؤولين وأنتوا لجنة أشغال بمجلس النيابة الكريم تخطوا عن هالخطوة، يتلفون ويشحنون في قانون. في قانون بدنا نتبعه كل الحالات، في قانون. ها بدنا نتبعه للأبد. ما بقول لا كلنا أكيد 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 لا أكيد أكيد ما راح نخلي حدا. هل عم طلع بالإعلام هلأ؟ عرفت فيها، ما كنت أتصل. رح بتصل فورا هلأ من مكتب الرئيس بسام باسم على مع استاذ ريمون، رح بتصل فورا كمان مع الهيئة، مجلس إدارة الجمارك، مجلس أعلى الجمارك، فورا يعني. بس نخلص المؤتمر منفوت وبتسمعونا عم نحكي معهم. أنا بعد عندي طلب من الرئيس باسم. لا رئيس، ما في رئيس هون، كلنا بخدمة لبنان. نحن عنا العقد مع البي سي تي سي خلص تمدد، بدنا اياك تكون في شفافية بالعقد الجديد بالنسبة لتفريغ القمولة بالكونتينرات. هيدا موضوع بدك تتابعه بشفافية، والصحافة رح يتابعه. أنا بأكد لك أنه حتكون مناقصة جديدة شفافة. سوري خليني أوضح شغلي بس بليز. صراحة أنا بدي أقولها أنه مبارح سعادة النائب تلفن لي بعد الظهر أو مؤخر بعد الظهر early evening، وقال لي بكرة بدي أجي لعندك، وأنا ما أعرف في آلام. لو كنت جبت لكم مور داتا او ستاتستيكس هلا تفاجئ. هلا راح يلاحقوك مطاطا الهم. لا دخيلك، راح يلاحقوك. اهلا وسهلا فيكم. اعطيتهم ماده 46 كونتينر انا والاعلام، 43 كونتينر انا والاعلام راح نلاحق. ايه لا مش بس